احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الأخ نيبال حداد شماساً إنجيلياً، وذلك خلال خدمة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق. وفي كلمة وجهها المطران خريستوفورس دعا فيها الشماس الجديد لأن يكون جندياً أميناً للرب يسوع المسيح ويخدم الأسرار المقدسة بأمانة وورع. شارك في الخدمة عدد من ممثلي الكنائس في شمال المملكة والسلط والفحيص والكرك، وجمع من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه. تعبك في الحياة بتكلل ببركة المسيح اللي بيدعوك حتى تخدمه على المذبح الإلهي اللي الملائكة بتشتهي إنها تشوف الخدمة اللي بتتم على المذبح الإلهي. ونحن الكهنة مع كل ضعفنا وعدم استحقاقنا، المحبة الإلهية بتعطينا إنه ندخل لقدس الأقداس، إنه ندخل لأقدس مكان على الأرض اللي هو الكنيسة المقدسة والهيكل المقدس. يا ابني ديونيسية، الهيكل المقدس اللي كنت دائما أشوف حبك للدخول إله حتى تخدم أنت وأبونا إفرام كمان برا. بتذكركم كيف كنتوا تبحثوا على أب روحي باهتمام حتى تكونوا بداخل سر الاعتراف المقدس كأبناء حقيقيين للكنيسة. بتذكر محبتكم الكبيرة وتواضعكم في الخدمة، واليوم الكنيسة يا ابني بتدعوك انت كمان حتى تخدم المذبح المقدس. الخدمة هي عظيمة لأنه الداعي هو الإله نفسه، الرب والمخلص يسوع المسيح اللي افتدانا بدمه الكريم على الصليب. يعني افتدى كل واحد فينا حتى نكون أحرار، حتى نكون أبناء لإله، حتى تربطنا في المحبة. هاي المحبة اللي انت مدعو انك تعيشها، تتفاعل معها وتنشرها للكل. هاي هي محبة المسيح اللي بتتحول فينا كخدمة. من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن خادم للجميع. علمنا يسوع ما إجيت حتى أخدم، ولكن إجيت حتى أخدم. إذا هيك حكى الرب والمعلم، شو نحن منا نحكي يا ابني؟ تسلح دائماً بحياتك الروحية الشخصية، بصلاتك اليومية، وبالأخص بصلاة المسبحة، وانت تنادي من أعماق قلبك: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك.